طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول آخر المستجدات على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم القصيرة عبر خدمة الواتساب. خلونا نبدأ حلقة اليوم أعزائي المشاهدين بالموضوع اللي أثار سخرية العراقيين في الشارع وفي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر وفيسبوك، وهو نصب الأسد في محافظة النجف، واللي كلف الحكومة بحسب بيان تم تداوله كذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي ب 79 مليون دينار عراقي. 79 مليون دينار عراقي بنوا هذا التمثال أسد. طبعا ما أعرف، احنا راح نشوفه بعد قليل، ما تعرف هل هو أسد هل هو بزونة، ما تدري يعني، حتى خطية الأسد ضعيف. 79 مليون دينار، وإحنا نعاني من أزمة اقتصادية، نعاني من انخفاض أسعار النفط على مستوى العالم بسبب أزمة كورونا، والجماعة حائرين شلون يسرقون شلون يبوقون بأي طريقة من خزينة الدولة. نشوف الصور مع بعض إحنا وياكم. هذا نصب تمثال اسمه أسد الله الغالب، بتسعة وسبعين مليون دينار عراقي. هذا الكتاب اللي يشير إلى تمثال بوابة الصدر في محافظة النجف، طبعا أكثر من 79 مليون، 79 و 246. يعني الأسد ضعيف، حتى ضعيف هسه، أنت سويت سويت وسرقت سرقت، يعني ما معقولة شوية خطية طيب سمن. طبعا لا يمت بصلة إلى التماثيل، يعني شغل ما الواحد حتى ما أعرف شو نقول عليه، مبتدئ يعني مع الأسف. شوف حتى فوق هذا المبلغ الكبير اللي يمكن يسوي، شو أقول لكم، يمكن يسوي له فد 100 تمثال بأرقى المواصفات، يعني هو شغل محلي. شوف حتى شكله ما أدري شلون قايل، حتى طبعا احد اللي تداوله وقال لك هذا يشبه شعار احد الشعارات لايران، عندها هيك شعار اسد تقريبا مقارب لهذا الشكل. 79 مليون دينار، بلا نشوفها مره ثانيه على كامل الشاشه، خلينا نشوفها مع بعض ونشوف هذا شنو، اسد بزونه وشنو هاي. شوف هذا افتتحوا الجماعه وكيفين، تم افتتاح تمثال أسد الله الغالب في النجف ب 79 مليون دينار عراقي، والشعب عايش بالضيم، والجماعة ما شبعوا من السرقات. ضعيف جدا الأسد، ما دام مسوي رجيم ما أعرف الله. يعني طبعا تصنيفات العراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي يعني بسخرية حول هذا الموضوع صراحة، يعني شر البلية ما يضحك صراحة مع الأسف. هذا أحد أبواب الفساد، ربما يقول واحد يعني 79 مليون دينار عراقي ما يعني شيء لا يذكر أمام المليارات التي تسرق من العراق. نعم، ولكن يعني مع الأسف أنه اليوم الجماعة بغطاء ديني كل شيء، يعني حتى التمثال سموه أسد الله الغالب على أساس يعني نسبة إلى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه عليه السلام، كوصف لشجاعته. ولكن يعني ما معقولة أنت اليوم تسوي هذا التمثال وبهذه المواصفات الرديئة والسيئة جدا وبهذا المبلغ الكبير في مدينة نجف. الناس تدور السرة، تدور أجهزة تنفس، تدور كمامات، تعقيم شوارع، تعفيرها، انتو جايين تبوقون. يعني الى متى الى متى الى متى تظلون بهاي الحاله وما تتعظون؟ وانا لله وانا اليه راجعون. نجي على موضوع اخر، موضوع ام مهند اللي شنوا عليها حمله على مواقع التواصل الاجتماعي مع الاسف، اللي يدعون بانهم يتبعون الى زعامات دينيه وعلى راسهم أتباع لمقتدى الصدر، شنوا حملة مع الأسف يعني سب وشتم
بحق هذه الامرأة المسكينة، فقط أنها طالبت بحق ابنها اللي يستشهد على يد أتباع مقتدى الصدر، وهذا الكل الناس تدري به لما هجموا في عليهم وقتلوا الولد. خلونا بالبداية قبل ما نتحدث عن هذا الموضوع نشوف أحد النشطاء وهو علي فاضل اللي وجه انتقاد لاذع لمقتدى الصدر وأنصاره، وقد وصفهم بأنهم قتلوا المتظاهرين العزل، وهم اليوم يعني يشنون حملة على أم الشهيد مهند التي تطالب بالكشف عن قتلة ابنها والقصاص منهم. خلونا نشوف ماذا تكلم الناشط علي فاضل حول الهجمة الشرسة ضد أم الشهيد مهند. السلام عليكم. مقتدى الصدر، إذا كنت تتصور أنه الفيلم اللي سويت البارحة على أساس رادوا يحرقون قبر والدك راح يمشي على الشعب، ما راح يمشي، لأن ابن أخوك شعبوثي طلع على تويتر وفضحكم وقال أنه أنت أمرت بإطلاق سراحهم وأن يعني يتموا مراسيم الزيارة بكل إنسيابية. زين الجماعة جايين يزورون لو جايين يحرقون؟ إذا جايين يزورون وصايرة مشكلة بسيطة، بس أنتوا هولتوا الموضوع حتى تلفتون الأنظار عن الموضوع الرئيسي اللي هو إقامة دعوة على أم الشهيد مهند. مهند اللي أنت قتلته عن طريق شلابك السايبة أصحاب القبعات الإجرامية، وبكل وقاحة تطلع على التلفزيون وتقول والله أنا سويت لهم جرة إذن، ومكتبك البارحة بكل وقاحة يدس كتاب لمهند يقول لها خلال يومين لازم تثبتين مقتدى هو القاتل وإلا نقيم دعوة عليك. وين تريد مهند تثبت أنه أنت قاتل؟ يم القضاء العراقي؟ القضاء العراقي لو يريد كان حاسبك على كلمة جرة الإذن، القضاء العراقي لو يريد كان حاسبك على حصتك 20% من مطار النجف، كان حاسبك على 130 مليون دولار اللي دزيتهم البنك لبنان، كان حاسب أحمد الصدر على 22 مليون دولار اللي سحبه من وزارة الأسكان بال 2015، كان حاسب أعضاء التيار الصدري والموظفين والمدراء اللي تابعين للتيار الصدري اللي هيئة النزاهة تقول نهبوا العراق بقيمة 87 مليار دولار من سنة 2003 إلى الآن. ويا قضاء العراق اللي تريد مهند يعني تروح تثبت انه انت القاتل. زين انا اريد افتهم هسه، ماكو رحمه وماكو انسانيه تفهمنا، ماكو رجوله، يعني انت ما عندك رجوله، انت ما عندك رجوله، قطيعك كذلك بالمناسبه صار له يومين يسب ويشتم بام الشهيد بالفاظ حتى ولد الشوارع يعني ما ينزلون لهذا المستوى. زين انت شنو الطينه اللي الله خالقكم من عندها؟ اريد افتهم انه انت هسه تحول مراه لا حول ولا قوة، ابنها شهيد تريد تحولها للقضاء لأن والله قالت مقتدى هو القاتل، وانت بلسانك طلعت على التلفزيون وقلت أنا سويت لهم جرة أذن. هاي المرأة صارت برقبتك أنت وبرقبة أتباعك، أي شيء يعني إذا وقعت عليها حجارة من السماء فأنت المسؤول عنها أنت وقطيعك. وإذا تحول الموضوع للقضاء وهاي المرأة يعني إذا تسمعني، إذا تحول الموضوع للقضاء ورادوا توكيل محامي فأني أتكفل أمام الله وأمام الناس بكل تكاليف المحامي، بس خلي يتواصل وياي المحامي وأني أدز له كل تكاليف القضية وبيها خير وتتدلل، وخلي نشوف تالي مقتدى الصدر شلون. يعني الجماعة يقتلون القتيل ويمشون بجنازته، زين أنتوا قتلتوا وأمام أعين الناس والناس كلها في وقتها شهدت وواضح حتى هناك مقاطع مصورة، زين هي طالبت بحق ابنها، إذا أنتوا أبرياء مثل ما تدعون أوكي يعني احتكموا إلى القضاء ولو القضاء غير عادل في العراق مع الأسف، بس على الأقل احتكموا بدل ما أنه أنتوا جايين تسبون وتشتمون. يعني هو هذا السلاح من يدعي بأنه متدين وأنه يتبع إلى مدرسة دينية ومدرسة أخلاقية، والله لو تشوفون الكمية السب والشتم على مواقع التواصل الاجتماعي مثل ما قال الناشط علي فاضل، يعني أولاد الشوارع ما يتكلمون بهذا الكلام، بس مع الأسف يعني لا يوجد لا قضاء ولا رقيب ولا حكومة حتى تحاسب هؤلاء. ما شاء الله بعد العام 2003 ياهو ليجي صار زعيم وصار قائد أمة برأس العراقيين، واللي ينتقده يقتل أو يعني يطلع من الملة. زين ليش قاعد أنتوا تدعون؟ ما كان إحنا ظلينا على النظام السابق؟ مو تقولون أنتوا النظام السابق كان ما حد يقدر يحكي عليه؟ شخص واحد. زين أنتوا ما شاء الله هسا إحنا عندنا مئات، ما حد يقدر حتى انتقاد بطريقة مؤدبة، ما حد يقدر ينتقد. قال لك والله هذا رمز. شنو رمز؟ يعني سرقات وفساد وأتباع متورطين بقتل
واختطاف واعتقال، ويقول لك والله ما يصير أنت تتكلم، والنوب أنتوا جايين على هاي المرأة المسكينة، عيب يعني، عيب عيب، خلوا شوية عندكم شوية رجولة. معنا أحمد من ذي قار، تفضل أحمد. أحمد تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع أحمد من ذي قار. اللي صار كذلك طبعا، حتى قبل ما ننتقل إلى موضوعه هو يعني ذو صلة، مثل ما قلنا يعني ناشطون ومتظاهرون أطلقوا حملة للتضامن مع والدة الشهيد مهند القيسي الذي قضى على يد الميليشيات التابعة لمقتدى الصدر بهجوم استهدف ساحة اعتصام النجف قبل أسابيع. وتأتي الحملة عقب إساءات وجهتها بعض الميليشيات والجهات السياسية للنيل من والدة الشهيد مهند القيسي على خلفية مطالبتها بمحاسبة المتورطين بقتل نجلها المتظاهر، حيث عبر الناشطون والمتظاهرون عن تضامنهم الكامل مع أم الشهيد مهند في مواجهة محاولات الميليشيات لتشويه صورتها. اللي صار كذلك بالنجف اليوم، شباب رايحين ليزورون، وبعد ما خلصوا الزيارة رادوا يروحون كذلك يزورون ضريح أبو مقتدى الصدر، لقوه مقفول بأعمال صيانة، طلعوا من هناك راحوا قرأوا الفاتحة في مقبرة وادي السلام، راحوا للمطعم مثل ما راح نشوف وهم يتكلمون في المقطع الفيديوي، إجوا عليهم من أتباع مقتدى الصدر، بلشوا بيهم ضرب، بلشوا بيهم ضرب، قالهم يا أبا ليش تضربونه؟ قال لا والله مو أنتوا تريدون تحرقون المرقد مع السيد. طبعا هذا أشار إلى الناشط علي فاضل وقال إنه يريدون يحرفون الموضوع حتى يقللون من الضغط اللي صار عليهم على مواقع التواصل الاجتماعي وحملة التضامن مع أم الشهيد مهند القيسي، واستهجانا للإساءة اللي عبر عليها وعبروا من خلالها لأم الشهيد. خلونا نشوف هذا المقطع لبعض الشباب اللي راحوا يزورون في النجف ونرجع لكم. قسما بهذا القرآن الشريف راح نحكي لكم كل الموقف وكل الإجراءات صارت ويانا. وصلنا البارحة الساعة 6 العصر إلى مقام الإمام علي، أتممنا الصلاة والزيارة وتوجهنا بعدها المن إلى مقام السيد الشهيد الصدر. من وصلنا لقينا الأمير بالبار، قال والمقام بصيانة عدمونه، قرأنا القصيدة للسيد الشهيد الصدر وقرأنا الفاتحة توجهنا إلى مقبرة سرايا السلام، أيضا قرأنا الفاتحة توجهنا بعد المن إلى مطاعم حي الرحمة. من نتكلم المطاعم كملنا، طلعنا بين البوابة هجما عليها تقريبا 20 سيارة بالتوافي، قلنا له بصلنا مجانب فهمكم، قالوا ماكو أنتم جاي تحرقون مقام السيد الشهيد. بعد العمل الله على القوات الأمنية أخذونا ويا للمركز، من أخذونا للمركز إجا أمر من السيد قائد مقتدى الصدر بأنه ما يوصلنا ولا يضربونا. بعد أن بعد ما كفوا الخمس نفرات هذول من البصرة هم السبب المشاجرة وي المنتسبين لمقام السيد الشهيد، عرفوهم إجا أمر اعتذار، اعتذروا من يمنا وخذونا زورونا مقام السيد الشهيد الصدر، أعطونا قرائن هدية وصلونا إلى محافظة العمارة كلش رسميا. حالياً هسه احنا بالبديه وصلونا واعتذروا من يمنا واحنا ما مشغولين في هاي القصه. نعم، معنا اتصال محمد من بابل، تفضل محمد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك استاذنا العزيز؟ يا اهلا وسهلا بك. والله استاذنا العزيز هاي الحكومه غسلنا ايدينا من عندها خلاص، يعني ما بيها كل فائده استاذ. ولو هي ما تسمى حكومة، هاي عصابات وميليشيات مال سرق ونهب، هاي لا تترجى منها كل خير والله العظيم، الله أبد لا والله. نعم زين. وهسه بالنسبة احنا نازحين صار لنا 7 سنوات والله ما حد وصلنا ولا حد جانا، يعتبرون النازحين كلهم دواعش. نعم. هي هو النازح استاذ، هو اللي نزح، هو داعشي، هو 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 شرد من ضيم الدوله ومن ضيم الدواعش. هي معامره من امريكا ومن ايران، الله وكيلك، وعلى المناطق السنيه بالذات معامره تهجير السنه. وخلف الله على السعوديه سموه شلون على السعوديه، يقولون السعوديه ارهابيه، هم خلف الله على السعوديه اللي وخر صدام وخلت هسه الشيعه يحكمون البلد، ومن وراء صدام السنة من وراء الشيعة، وهسه ما راضين على السعودية، يعيشون على السعودية، جات تجي مساعدات للنازحين ياخذوها، تجي شغلات كلها وياخذوها،
وهاي الحكومه ما ولا مو حكومه استاذ ديسنا من عندها والله، يعني هسه احنا صار لنا 6 سنوات لا حد وصلنا ولا حد جانا، والله العظيم كل 6 اشهر يلا تجينا سله غذائيه، كل 6 اشهر والله، ولاك شغل حتى اولادنا تعبت يا استاذ، والله تعبت من قد العماله، يشتغل عليك النهار كله والله ب10,000 والله، زين لو لا؟ الله يعينكم. وهاي ما تخلص استاذ، والله ما تخلص. الله يعينكم والله. والله احنا قبل يوم تكلمنا على جرف الصخر، كانت الحلقة كاملة على جرف الصخر. استاذ وهذه المعاناة. نعم. هذول حقد حقد استاذ حقد، وهذول يعني جاي ياخذون بالمناطق السنية، هسه هاي منطقة يشوفونها اخذوها وعقبوها لهم، وماكو كل فائدة استاذ، والله عجزنا وملينا، قال داعش وحكى داعش، الحكومة بس حايرة بهاي. قال داعش ورحنا على داعش وقتلنا داعش، بس هاي الشغلات ابد ما دايرين بال لا النازح ولا المواطن عراقي، وعسى يريدون المواطن يخليه موتوه جوع ابد للنهايه. الله يعينكم والله يفرج عنكم يا رب. الله يفرج والله عنكم. ماك غير بس الله، ما ادري يا استاذ والله ملينا حيل، ملينا من حياتنا. نعم أنا أشكرك. ما عاد نعم. شلون بينا؟ الله يخليك أستاذ ممنون. شكراً عيني، شكراً محمد من بابل كان معنا. أم حسين من البصرة. تفضلي أم حسين. كبو عمر. هلا وعيني. أنا متشدين حسين. أهلاً وسهلاً بيك، تفضلي. الله يسلمك يما، فجوة أروح لك، أنا مريضة. نعم. يوم الأحد يدخلون عملية، طلبوا علي 3 ملايين، وقالوا أشوف ابني خاف أموت. نعم. عيوني ابنك شنو التهمه مالته مسجون؟ بس نص التلفزيون فدوه، نص التلفزيون. نعم والله يمه. ابنك شنو تهمته ام حسين؟ تهمته ما هذا ولد جاب صار مال مخدرات. نعم اي، ونحكم 5 سنين وشهر وخلص 2.5 سنين، وانا في شلل مريضه. نعم اي والله، واطلب من الناس من الحكومه يعطون عفو عام، وانا حتى ثاني ثقيل الله شاهد. ابنك شو ودى على هذا الطريق ام حسين؟ يما واحنا زعلين منطقه هنا حشاك زباله. يشتغل ولد ولاطه ويشتغل بالمخدرات. انا اصلي انا اصلي كبماويه من الكابل. زين انت تدرين من كان يشتغل بهذا المجال لو ما تدرين؟ لا وعيونك وخزار ام الحسين. نعم اي والله ودعتك. اي الطريق غلط، شوف هسه سوى بنفسه وسوى عافش وحدك وانت محتاجت له. هسه بدي اشوفه انا اللي دخلونا عمليه يوم الاحد، بدي اشوفه ما يخلوني واجهه. نعم اي والله يمه ان شاء الله ما عاد راتبي مال الرعايه قطعوه. اي والله صار ليش قطعوه؟ الشغل ما عندي والله. شنو رحت بغداد جاي الباحثة الاجتماعيه يقول علي متزوجه. شنو الحجه مالتهم؟ متزوجه يقولون، وانا شلل يجول لي لا اقوم ولا اقعد مقعده الله شاهد. نعم زوجك موظف؟ اي والله. زوجك موظف؟ لا مال ارامل، مال ارامل، مال ارامل. ها 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 اي نعم. رعايه رحت كذا هذا ماكو دوام وبهدله نتين بالاسد هذا كاسكه جفاف مسوين. نعم ان شاء الله ما عندك الا العافيه وتقومين بالسلامه، وان شاء الله ابنك يتعظ من هذا الخطا، هذا خطا كبير، هذا يدمره ويدمر المجتمع ويضر عائلته. الله يصلحها ويصلحنا ويصلح الجميع. ابو فيصل من السعوديه، تفضل ابو فيصل. مساء النور، اهلا وسهلا بك. كيف حالك؟ حياك الله يا اهلا بك. تحيه لكم، تحيه للقناه، تحيه للشعب العراقي. يا اهلا وسهلا بك. بالنسبه الله يحفظك استاذ عمر، بالنسبه هذه الصوره يا الاسد هذا الضعيف اللي حاطينه هذا كم هذا كم 79 مليون ها؟ اي يعني اكثر من 60,000 دولار. هل حصول عاد حاطين صوره برسمين من هذا يا ولد؟ هذا كيف يا ولد؟
نعم. هذا هي انا استغرب استاذ عمر من بعض العراقيين يقول لك الحكومه ناجون، هو استاذ عمر ما في حكومه بالعراق، هي ليست حكومه بمعنى نعم. هو ناس مجرمين، ناس قتلوا كلهم مشاركين بالاجرام كلهم من 2003 بما فيهم مصطفى الكاظم. مصطفى الكاظم هو يعمل تحت الرئاسة اللي مر بالعراق من 2003 وهو مجرم وهو يعرف كل الاجرام. ننتظر ثوره الشعب على الشعب العراقي انه لا يتاخر. هذه لا يوجد حكومه، هي خطر على وحده العراق وخطر على مستقبل العراق. فهم اخطر من المرض اللي جابته ايران للعراق، فالثوره لابد منها ان شاء الله. 30 كم 30 متى؟ نعم الثوره تشرين متى تبدا؟ بدت قبل شهر 10 2019. لا بس هو عدوى من جديد لان منعت الكورونا، ولا كانت اسقط النظام اصلا هو طايح. بدا الحين في 30 حزيران 30 او تموز مدري بينتظر الشعب كل ان شاء الله يصير عليهم بالخطر يطيحون هذه الحكومه الفاسده ان شاء الله. شكرا ابو فيصل. الله يعزك. شكرا ابو فيصل. شكرا ابو خالد من واسط. تفضل ابو خالد. ابو خالد تسمعنا؟ انقطع الاتصال. نقرا رسائل قبل الفاصل. ابو مريم من بغداد يقول السلام عليكم، تحيه طيبه لقناه الرافدين. يقول لو كانت امريكا احتلت ايران في عام 2003 هل العراق يتدخل في شؤون ايران؟ الجواب كلا. يقول هؤلاء العجم يكرهون العرب والدليل كما يقوله حديث النبي لا أعرف صحته ما حن قلب أعجمين على عربين قط ورب الكعبة. يقول لو أكو صدق قانون كان حاكموا مقتدى الصدر وقيس الخزعلي وعمار الحكيم هذول القتلة. شكرا لكم. نعم. رسالة أخي العزيز، ممكن أنت ترسل لنا رسالة واحدة؟ ليش تعيدها؟ أنا إيش أقرأ أي رسالة من أقرأ؟ السلام عليكم، تحياتي لكم ولقناتكم الراقية والكادر جميعا. أوجه كلامي إلى مجلس الوزراء، يقول سووا إفراج عن المعتقلين رحمة لله، ترى والله دي يموتون بسجن ما عندكم رحمة. يقول ثلاث أرباعهم أربعة إرهاب عن طريق المخبر السري أبرياء، والله شو وقت تحسون كافي عاد، والله ملت أرواحنا. هل قد ما الناشد سوي زين للعالم خلي العالم تحبك وتنتخبك. يقول أني ابن المعتقل أبو هاشم في سجن التاجي سجن الحوت. يقول لا أكل بخير ولا شرب ولا كل شيء بخير، لا أدوية ولا مواجهات ولا كل شيء، يعني شلون ويا هالحكومة. يقول أبويا صار له 9 سنوات مسجون ظلم والله 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 عن طريق المخبر السري لا بيها ولا عليها بزمن نور المالكي المجرم. يقول حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم. نعم. يقول السلام عليكم، ناشدكم يا أهل الغيرة تنطي عفو عام، والله انهجم بيتنا، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. نعم. السلام عليكم، نطالب مصطفى الكاظم والحلبوسي وبرهم صالح بالعفو العام على كافة السجناء وتبييض السجون، ونطالب الكاظم بالنظر إلى الظلم الذي يواجهونه السجناء داخل سجون الظلم، إضافة إلى ظلم القضاة. اطلق سراح المعتقلين حتى يثق بك الشعب العراقي يا رئيس الوزراء. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. نتحدث في النصف الثاني من حلقه اليوم حول موضوع مفوضيه الانتخابات. طبعا قبل يوم اردنا نتحدث بس كان وقت البرنامج ما كفانا صراحه. طبعا مفوضيه الانتخابات الجماعه اختاروا شخوص واداريين جدد للمفوضيه
نفس الطاسة ونفس الحمام، الجماعة اجوا عن طريق الأحزاب، كل حزب كل كتلة سياسية رشحت أشخاص خلوهم بالمفوضية العليا المستقلة، شكبر اسمها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، المفروض يشيلون المستقلة يعني الموظفين تابعين للأحزاب والكتل السياسية. فنفس الحالة رجعوا موظفين رشحوهم الأحزاب محاصصة مثل ما هو معروف بالبلد ده يتحضرون للانتخابات القادمة. طبعا كذلك طلعت تصريحات من قبل مسؤولين والسياسيين بأنه انتخابات الجاية هي نفس الانتخابات مع العام 2018، راح تصير تزوير، والدليل على ذلك أول ما بدأوا الجماعة بترشيح وتعيين أشخاص تابعين لهم في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. خلونا نشوف أو نسمع تصريحات لبعض النواب إن كانوا سابقين أو حاليين. النائب السابق حسن توران قال بأن هناك نية واضحة لإعادة التزوير وتكرار سيناريو ما حدث في انتخابات 2018، وأضاف توران بأنه تم تعيين أشخاص كقضاة في مفوضية الانتخابات ثبت تورطهم بقضايا تزوير في انتخابات 2018، فيما أكد إصرار مجلس المفوضية على إعادة التعاقد مع نفس الشركة الكورية التي ساهمت أجهزتها في تزوير الانتخابات السابقة. ما شاء الله عليهم. أكد طبعا أن ما حصل اليوم هو تكرار لمبدأ المحاصصة، مما يدل على أن التشكيلة كانت غير حقيقية، ولا زال منهج المحاصصة حتى في مجلس المفوضين قائم. معنا اتصال أحمد من ذي قار، تفضل أحمد. أهلا وسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. بالبداية عندي ملاحظة. تفضل. المتصل يبقى ينتظر على الخط شوية وتدرس الوضع بالعراق تعبان. نعم أنا أعتذر بس تدري كان أكو اتصال. تفضل أخي أحمد. والله أستاذ عمر بالنسبة لهاي الحكومة يعني هاي الحكومة ما صار لها إشارة. نعم. يعني هاي شلون مثل ما تقول يعني إلا إسقاط النظام، إسقاط العملية السياسية، يعني هذا الحل الوحيد لها. نعم. على الشعب العراقي أن يهب هبة واحدة لإسقاط هذا النظام الفاسد، لأن هذا نظام يعني ما نترجى من وراء أي خير، نظام مجرم، نظام عميل تابع وموقع على بياض الأمريكا وإسرائيل والإيران. نعم. فما نترجى منه أي خير، يعني على الشعب العراقي ينتفض انتفاضة للخلاص من هذا النظام. نعم. وحتى لو صير ثورة مسلحة يعني أنا عندي يعني أقول ما بها أي مشكلة، لأن دول سرقوا أموال الشعب العراقي ودمروا البلد، حطموه وأذوا الشعب، يعني أذوه واي يعني. نعم. فالحل الوحيد هي ثورة هارمة لصالح هذا النظام الفاسد الجاثم على صدور العراقيين. نعم. هو هذا الحل الوحيد. شكرا لكم. وأنا أشكرك أحمد من ذي قار كان معنا. أبو خالد من الكوت، تفضل أبو خالد. السلام عليكم أستاذ عمر. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بك. الله يرحم والديك. والديك يعني. الله يعزك. حياك الله. شايفين يصير وضع، ما يصير وضع زين والله أستاذ. نعم. نفسهم هذا من حزب وهذا من حزب، نفس التشكيلة. نعم. ما يتغير أي شيء. ألو. وياك أبو خالد، وياك أسمعك. الله يسلمك. نعم. بس ما أدري يمكن التلفزيون يمك عالي إذا هاي. نصي للأخير. لا والله ما. لا والله جماعة ما. قاعدين يمك. نعم تفضل. والله أولادي قاعدين يمك. الله يسلمك. نعم. الله يعزك. زين أبو خالد. ما سألت. نعم. أبو خالد أنت يعني نعم. قلت ماكو حل بس إنا لله وإنا إليه راجعون. زين أنت اليوم. أي والله. هاي ثورة صار لها 6 شهور وقدمت شهداء وجرحى والناس. يعني صايح الغوث من عندهم، يجون اليوم والله الجماعة مسوينا تمثال بالنجف. شفت الأسد مو؟ اي شفته هذا أسد؟ لو بزونه لو شنو هذا ما أدري.
بفقر دم سود سود صارت. نعم 79 مليون دينار. ايه واحنا بظرف صعب، أزمة اقتصادية، انخفاض بأسعار النفط، يعني ذول شي يترجون يعني شنو راح يعبدون؟ والله هم مو قلت لك انت تعرف الوضع استاذ. نعم الوضع كله الانفسهم ماكو شعب. قبلك ماكو الاخ شعب. قبلك الاخ احمد من ذيقار قال الحل هو اسقاط هذا النظام. بالضبط بالضبط. نعم. أنا اشكرك حياك الله. حياك الله ابو خالد من الكويت كان معنا، شكرا لك. النائب عن تحالف القوى عبد الله الخربيط قال بأن مفوضية الانتخابات تم تغيير كادرها الأعلى فقط، بينما بقي كادرها الوسطي والذي يشكل عصب المفوضية وكيانها كما هو لم يتغير. وأضاف بأن كادر المفوضية البسيط مثل صغار الموظفين أو ممن يعملون بالأجور اليومية أثناء وقت الانتخابات إنما هم مجندون تحت يد الشخصيات المتحكمة في كل مجريات العملية الانتخابية. وأوضح الخربيط بأن المفوضية في الواقع مملوكة ملكا صرفا لجهات سياسية معينة، ولن يغير من واقع الأمر شيئا تبديل العناوين العليا فيها. مثل ما قلنا الناس من طلعت تظاهرة لتغيير النظام كاملة كامل، ماكو هاي 17 سنة. هذا الدليل، دليل انه دليل يعني مفوضية، هاي المفوضية طبعا بالعراق هي تابعة للأحزاب، باقي الدول هاي تعتبر يعني جدا مهمة بالفعل، لازم الناس مستقلين وفقط يعملون في وقت الانتخابات، في وقت الانتخابات فقط تجدهم قضاة، أكاديميين، شباب باحثين، مهندسين، أطباء، يشرفون على هذه العملية الانتخابية، مو موظفين دائمين، ليسوا موظفين دائمين حتى يشرفون على نزاهة هذه الانتخابات. الجماعة لا، ماخذيها بالعكس، هم منفذ من منافذ الفساد، وحتى هم يضمن ترشحها لمقعد برلماني وحتى يحصل أكثر الأصوات. معنا اتصال أبو عراق من الأنبار، تفضل أبو عراق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. احنا حتى نكون بصلب الموضوع، موضوع التمثال اللي مسوينه الجماعه. نعم. بس احنا ما حارين بالفلوس الباقوها. نعم. بس احنا شرهتنا على اخوتنا وعمامنا وعشائرنا الاصيل اللي بالنجف. بالله عليك هسه هذا التمثال من مسوينه ضعيف وكاتبين عليه اسد الله الغالب، امانه الله، هو هذا يشبهون على الامام علي، يعني ولا مفكر طب مناك وشاف هذا التمثال. يعني ايش راح يسوي له؟ الناس انتقدت ابو عراق، الناس انتقدت، هذه مسؤوليه الجهات الرقابيه اذا اكو صحيح، مسؤوليه المحافظ، مجلس المحافظه، هاي مسؤوليتهم. ولا الناس ما قصروا ان كان بتويتر ولا فيسبوك ولا يحشون بياناتهم، شو يسوي يعني؟ احنا استاذ عمر، احنا استاذ عمر، نعم احنا مريد حكي، نريد يلزمون هذا اللي صمم هذا التمثال، ما قال له شلون شبهته الامام علي، بس اللي دفتهم شلون شبهته الامام علي، يعني يوصفه بهيك وصف، يعني والله ترى جريمه. هذا اسد الله الغالب اشبه هيك اسد مسوينه على شكل، يعني حتى واحد مخزي يطلعونه، يعني ولا مفكر ولا واحد براسه يعني غيره، يقول عم تعزين تجيسون تلعبون، بس عم فلوس بكتوهن، ها ما يخالف. نعم بكتوهن وسويتهم 79 مليون ما ادري ايش غير، الله عليك هاي 79 لو توزعها على الفقراء اللي بالنجف، ما اقول لك بغير مكان، ما تعيش العوائل هاي، يعني اخرى ثانيه تجي تسوي لك تمثال مسلوح ما ادري شلون صاير الشبهه، تقول اسد الله الغالب، والله عيب خلونا يعني ما نقدر حتى نحكي بعض. شو السولف استاذ عمر، معش السولف، احنا نريد دول العقلاء، يعني العقلاء سواء كان بالنجف او الانبار او بغير مكان، يقول عم تعال
تعالي قف يم حدكم بعد كافي ما شفعت بوك يعني بوك وغيره والنوم قمت تلاعبون بمشاعر الناس وكافي والله كافي والله تعبنا بس احنا ان شاء الله املنا الله كبير ان شاء الله بهاي المظاهرات والناس الخيرين ان شاء الله ان شاء الله العراق ينهض ان شاء الله ينهض اذا عدهم هم السراق والحراميه انتهى العراق انا اقول لك لا والله ما انتهى لان اكو بعض دي رجال ان شاء الله صادقين فانا اشكرك شكرا صادق. ابو عراق من الانبار علي من البصره تفضل علي بس أتحدث عن هذا التمثال التي بنوها هذه الأحزاب الفاشلة المعركة هذه شنو غايتهم به؟ هل هم يضحكون على العالم بهذا التمثال هذه؟ كان هذه لسرقاتهم اللي سرقوها من أموال العالم فهذه هاي معيبة هذه هاي كل أموال الناس هذه كل أموال الناس اللي يبنوا بها هذا التمثال يعلم الله يبنون التمثال في محافظات أخرى وهي كل أموال العالم هؤلاء البوائز هؤلاء المارقين أي والله مارقين أي والله العظيم هذولا صدق بالله العظيم إلا مو سقوطهم أفضل مما بقائهم على سلطة الحكم بالعراق هؤلاء لا يضحكون على عقول الناس وعلى ضمائر الناس هؤلاء الخوارج المارقين كل هاي قادة الأحزاب الفاسدة المارقة المهرجة إيه والله مهرجة هؤلاء هم اللي سبب الاعتقادات بحق الناس وكل الناس في الحرب اللي شنت سابقا على المحافظات الستة يعني ومن المناطق اللي هي تقع من الجنوب من بغداد والشمال من بغداد كانت بسبب هذه قادة هذه الأحزاب المارقة والفاسدة بس ان شاء الله هذه الناس في صاحب المناطق اللي هي من الجنوب من بغداد ستبقى ان شاء الله هم اقوى واحسن حالا من هؤلاء اللي يملكون المليارات ويقل اموال النازحين والمتشردين ان شاء الله هم احسن واخير من هؤلاء البوائز هؤلاء المتمردين والمستكبرين كل هذه قادت هذه الاحزاب بالكامل من مقتدى حتى عمار الحكيم ومن عمار الحكيم حتى هذا العامل الله وكيلك كلهم بوائز كلهم مارقين كلهم تابعين الى هذا النظام الفاشل هذا النظام اصلا هو طاغيه مجرم بائس جيب سرق حتى اموال شعبيه هذا النظام الطمعي ايوه وهؤلاء يريدوا باستغلال الناس ينابعها في سبيل استلام امواله في سبيل انعاش اقتصاد هذا المجرم الطاغية والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نشكرك علي من البصرة كان معنا. نرجع إلى موضوع المفوضية. المجلس العربي في محافظة تأميم قال بأن تقسيم المناصب في مفوضية الانتخابات بالمحافظة جرى على أساس المكونات القومية وهمش العرب بشكل واضح. وأوضح المجلس بأن أبرز أسباب اعتراضه على مفوضية الانتخابات في كركوك كانت إقصاء وتهميش العرب من المناصب حيث لم يتم إسناد إلا منصب واحد لهم من مجموع 15 منصب كما تم إسناد المناصب الحساسة لموظفين اتهموا سابقا بالتلاعب بالأصوات. أرشد الصالحي أكد رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي وجود تلاعب بأسماء المعينين الجدد في مفاوضات الانتخابات وسيطرة أطراف سياسية بعينها على الانتخابات البرلمانية المقبلة وقال بأن الحكومة في بغداد مطالبة بتصحيح الخروقات الحاصلة التي أعادت أشخاصا غير مناسبين إلى مفوضية الانتخابات في محافظة التميم لافتا إلى ضرورة تعديل المسار في الانتخابات المقبلة. يعني هي المشكلة ليست بأشخاص يعني مثل ما ذكرنا جماعة هو الأساس فاسد النظام ليس له حل إلا الاقتلاع لأن ما بها الجماعة تطلع عليهم تقول هذه محاصصة وهي طائفية وهي كذا يطلع لك بس شعارات ويغير فقط أشخاص يعني يظن أنه شال زيد خل عمر وهو هذا الحل ودول زيد وعمر تابعين إلى اتصال معنا اتصال وسن من الموصل تفضلي وسن
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بيك. أنا أطالب بالجهد 20 سنة اعترف على نفسه كم يعلمون بي. نعم. أنا تعبني. الصوت يقطع أختي. طالب بالعفو والعفو عن السجناء. نعم. حكمه 20 بس نصري التلفزيون. ناصر التلفزيون ناصر. تمام تفضلي. طالب بالعفو وانتصار سنتين اخذوه كل شيء ما عنده. قالوا استفسار واخذوه سنتين، ها صار سنتين وشهر وما نعرف عنه كل شيء. كل شيء ما عنده. معترف على نفسه يقولون من التعذيب 17 يوم يعذبون به. نعم. الا مقطعين دينهم يعني لان ما معذبينه. نعم. نطالب بالعفو. بدنا عوايل تعبنا. الله يعينكم. ما يصير ظلم كلها راحت اللي ياخذون يكتبون عليه داعش وهذا هو. الله يعينكم والله. نسأل الله أن يفرج عن كل بريء. أشكرك. وسم من الموصل كانت معنا. طبعا النائب السابق وائل عبد اللطيف أكد عدم إمكانية إصلاح النظام الحالي في العراق، أكد عدم إمكانية إصلاح النظام الحالي في العراق، وبين بأن الحل الوحيد لإنقاذ البلاد يكون من خلال إنهاء العملية السياسية الحالية والبدء بعملية جديدة. عبد اللطيف قال بأن غالبية قيادات العملية السياسية قد اعترفوا بشكل علني بأنهم فشلوا في تقديم أي شيء للمواطنين، وأشار إلى أن العملية السياسية قد وصلت إلى طريق مسدود ولا يوجد هناك مخرج نظرا لكون الدستور غير قابل للتعديل على أرض الواقع، ولفت إلى أن ذلك الأمر يتطلب استمرار الضغط الجماهيري تجاه تعطيل الدستور والشروع بكتابة دستور جديد يتم من خلاله الانطلاق بعملية سياسية جديدة تخدم العراق وشعبه. هذا نائب سابق عن محافظة البصرة وائل عبد اللطيف ليتحدث بهذه اللغة. ده يقول لك الرجل ماكو علاج، لازم يتغير هذا النظام وهذه العملية السياسية ويتم كتابة دستور جديد. يعني هذا من داخل العملية السياسية وكان مشارك في البرلمان وعرف أنه الجماعة ما وراهم حل وهذه العملية لم تجلب إلى الخراب إلى العراق. معنا اتصال من الأنبار. أبو شاكر تفضل. أبو شاكر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أبو شاكر تسمعني؟ أبو شاكر قطع اتصال مع أبو شاكر من الأنبار كان معنا. نشوف رسائل إخواني رجان اللي يدزلنا مقاطع واللينكات، أرجوك يعني لا ترسلها مرة ثانية، ارسل لنا رسالة قصيرة حتى نقدر نقرأها رجاء. نعم. أبو ضحى من بغداد يقول السلام عليكم، تحية طيبة لقناة الرافدين. أقول لقضاة العراق اتقوا الله، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله إن كنتم تعرفون الحق والعدل، أطلقوا سراح المعتقلين. وفي بغداد في منطقة عرب الجبور مخبر سري يقول هو سمى يقول سجن الكثير من أقارب وهم أبرياء، أقول للقضاة ألقوا القبض على هذا المجرم ومحاكمته وشكرا. هم واحد من الأخوة دازلنا 42 رسالة صور. يا أخي إحنا اللي نعطيكم الأخبار، دزلنا رأيك. نعم يقول والله اللي سوى التمثال أكبر سارقين، ما يفكرون بالفقرة، حصر عليهم اللقمة لكن ما يستحون. أبو جواهر. نعم. العفو العام مطلبنا، تعبنا كافي عاد، رد عفو عام الكاظمي، انطي عفو وفرحنا ولا تخيب أملنا بك. الأمل بالله سبحانه وتعالى. الجماعة ترى يعني الجماعة لا تتأملون كثيرا، قلوها ببالكم ترى لم يتغير شيء. هم شخص من داخل المنظومة جابوه خلوه رئيس الحكومة، يعني هناك هم من أعلى من الكاظمي في العراق وهذا أمر معروف، ما يقدر يتحرك لا منا ولا منا. نعم. إذن أعزائي المشاهدين وصلنا إلى نهاية
هذه الحلقة، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.